رعت سمو الأميرة آية الفيصل حفلة تخريج الفوج العاشر من طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي والإدارة المعلوماتية من طلاب وطالبات مدرسة الراهبات الفرنسيسكان، واشتمل الحفل الذي أقيم على مسرح المدرسة على إلقاء كلمات لمديرة المدرسة والخريجين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وفي نهاية الاحتفال الذي اشتمل على فقرات فنية واستعراضية قدمها طلاب وطالبات المدرسة، وزعت سموها الشهادات على الخريجين والخريجات.